بالي في القاعات الاجتماع اللي بالتالي وقته وغادي يعلم شي حاجه جوج كريره غيتكلف وغيصوب وغيدير هو فمو عيط لك شي حاجه فاش جاو الاخوان جاو في 11 عاودوا هنا بين ثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تنعتذر ماشي نيابة على الرئيس، أنا تنعتذر لأنني أنا اللي صيت مع الرئيس هذا اللقاء، وباش يجيو مستثمرين ديال المدينة، الناس اللي هازين الاقتصاد ديال المدينة، الناس اللي توفروا مناصب شغل ويتبهدلوا بهذا الشكل ويبقاو في الكولوارات وما يوجدوا لهمش محل ديال الاجتماع، رغم أن الرئيس صباح اتصل بيا وكان داير معنا 11 وأجلال عاوتاني ثلاثة وكان يوجد لكم القاعة، فها انتم كلكم تتشوفوا، فأنا تنقدم لكم اعتذار بحكم انتم أعضاء الجمعية ديالنا. هادشي لا راه هادشي ما تيعطيش واحد الصورة على 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 الناس اللي مسؤولين في هاد المدينة. هادشي بكل صراحة حنا طلبوا منا أننا نجلسوا باش نتحاوروا مع هاد الرئيس. الرئيس تقريبا هادي 8 شهور حنا تنطلبوا اللقاء معاه، واللقاء اليوم انا غادي نكشف اش كاين. اليوم راه تحت ضغوطات باش جاي يجلس معانا، راه ما كانش جاي بخاطرو، جاي بضغوطات باش يجلس معانا، وهو شوف على تبهدلنا دارنا كاملين. اذا حنا باسم الجمعيه وباسم هاد الاخوان تعلنوا انسحابنا من هذا الاجتماع، وغادي نمشيو عند الممثل سيدنا الله ينصرو السيد العامل، نطلب منه لقاء باش نشرحوا له هاد الوضعيه فين وصلنا. اذا كنتم موافقين على هاد المسائل، انا رئيس الجمعيه تتحمل المسؤوليه على ما اقول، ولكن دائما كما عودناكم فمكتب الجمعيه ما تتخذ القرار الا باستشاره مع المنخرطين. الا كان كنتوا قابلين هذا الراي هزوا يديكم باش نعرفوا بان كاين اجماع ونمشيو بالاجماع. صافي يا اخوان، الصحافه هي حاضره، هما صوروا اش كاين. اذا انسحبوا، المهم الانسحاب اننا جينا للقاعه ما لقيناهاش واجده، داروا معنا الثلاثه هذه الثلاثه ونص، ما يمكن راه جينا في الصباح في 11 قالت لها حتى الثلاثه. حنا السيد الرئيس هادشي كاين؟ لا لا ما كاينش، هنا ما كاينش، لكم حق الرد السيد الرئيس، لكم حق الرد، لكم حق الرد. أولا السلام عليكم إخوان، أنا حضرت لهنا تماما نسمع الناس. أولا ثانيا السي شوقي هضرت معاه الصباح قلت له غادي نديروا اللقاء مع الثلاثة واللقاء مع المكتب. لا قلت كيجيو المنخرطين. لا اسمح لي اسمح لي، لا ما قلت ليش من الخريطة، وانا ما عنديش مشكل نجلس مع الجميع، ما عندي حتى مشكل انني نجلس مع الجميع، جيو كان بروبليم، ولكن باش نحضر ونخلي ونجلس نجي باش نجلس معكم تقول لي حنا كنسحبوا اسمح لك، هذا تصرف غير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. كان من المتوقع انه يكون اجتماع للساعة الثالثة بعد الزوال بطلب من الرئيس، لان طلبنا منه اجتماع عدة مرات ودائما كان يتهرب باش يجتمع معنا، وحنا لمسنا بان كاينه ضغوطات خارجيه باش يجي يجلس معنا اليوم. دار معنا اليوم في الصباح مع 11، اتصل بيا شخصيا قال لك رضوا الثلاثه وراه القاعه تكون موجوده، جينا لقينا القاعه مشدوده. انتم كمنابر اعلاميه شفتوا بعينكم ما كاين لا اعداد القاعه لا والو، هي دابا هذه 3:30 لا حياه لمن تنادي، ما كاين حتى شي واحد اللي يهضر معنا، ما كاين لا ممثل الرئيس ولا شي حد اللي يهضر معنا. تنعيشوا مشاكل كبيره في القطاع ديال التعمير في مدينه مكناس، بطبيعه الحال كاينه اكراهات كبيره اللي خارج هذا النطاق ديال الاداره ديال التعمير، كاين اكراهات ديال غلاء الاسعار، كاين مشاكل اخرى ديال غلاء المحروقات، غلاء مواد البناء. حنا كنا باغيين نجلسوا مع الرئيس باش نحلوا مشاكل كبيره اهمها هو واحد المشكل اللي دابا تيهدد المجموعه ديال الاوراش بالاغلاق وتسريح العمال، وهو انه تم توقيف واحد المهندس معماري كوف بمدينه مكناس، انا ما نعطيش الاسم لانه هو اللي خصو يهضر على راسه، شوفوا اذا كان جا هضروا معاه. تم توقيفه لانه ادلى بشهاده في مجلس المنافسه يندد بها بالقرارات اللي اتخذتها الهيئه الوطنيه والهيئه الجهويه، وبمجرد ما خرج ذاك البيان ديال مجلس المنافسه فتم بطريقه تعسفيه توقيفه، رغم ان مجموعه من المهندسين المعماريين تم استدعائهم للهيئه المجلس المنافسه. مجلس المنافسه كما هو معلوم فهي مؤسسه دستوريه تحت الاشراف ديال سيدنا، والان تنعلنوا على انسحابنا من هذا الاجتماع لان الظروف لا تسمح باش نقوموا بهذا الاجتماع. ما عندك حتى دخل بهذا الشيء هذا، وما طلب لي لا لقاء لا حتى شي حاجه سيدنا، لا ما كنقولها ولا عاودها، هذه بمبادره مني انا. حتى المستجد انت توقف المهندس هي اللي سرعات باللقاء، لان فعلا هضر معايا الرئيس وقال لي اش كاين واش كاين، قلت له ايفيكتيفمون، قلت له عرفتي اش دير؟ وهادشي ما ينكروش، قلت له غادي تشوف لي المكتب ونجلس معاكم، شوف لي الاخوان ديال المكتب
وغادي نجلس معكم ونشوفوا شنو هي الحلول الممكنه قانونيا اللي ممكن نديرو. اذن اتفقنا غادي نتلاقاو نهار الخميس الى غير ذلك. يعني هذا هو السياق ديال اللقاء. اذن واش الرئيس جا ولا ما جاش؟ هذا هو الدرك. لا واش الرئيس كان ولا ما كانش؟ مزيان. واش 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 الفضاء ديال الاجتماع كان ولا ما كانش؟ كاين هو الحضور ديال الرئيس. يعني راه كاين ديك النيه ديال انه ايوا جيت انا ياك ملي كان السيد الرئيس كيهضر انا قلت له السي خرتي قلت له انا موجود. علاش كتقول قلتي لي انه انا كاين ولا انا موجود؟ انا كاين انا جيت وجيت باش نعاونكم. تبارك الله سيدنا محمد وعلى سبيل السلامة السليمة. أولا بخصوص هذا اللقاء هذا والمشكل اللي وقع بالأقباب، نشوف نعرفوا نتكلموا بعد على الظروف اللي جا فيها هذا اللقاء، لأن كاين واحد مشكلة طارئة، وهو أنه أحد المهندسين تم التوقيف ديالو من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين، وكان عنده واحد مجموعه الملفات ما يقارب تقريبا 40 ملف اللي كانوا في يعني في المنصه الالكترونيه. ولكن فاش وقع التوقيف ديالو هذوك الناس صحاب الملفات وقعت عندهم مشكله، لان سحبوا له ذاك المساله ديال التوقيع وبقات عندهم مشكله شكون اللي تم معاهم الاجراءات الاداريه ديال الملفات ديالهم. بناء على هذا الشيء وبناء على واحد مجموعه المشاكل وحده اخرى وخاصه المشاكل مع الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء، الاخوان في جمعيه المنعشين والموزعين والمنعشين العقاريين طلبوا واحد اللقاء مع الرئيس بخصوص باش يوضعوه في الصوره اولا، وثانيا باش يعرضوا عليه المشاكل وباش هذا من جهه يتواصلوا معاه، لان واحد القطاع اللي هو قطاع كبير وكيخدم واحد الشريحه كبيره، ومن جهه ثانيه انه باش يحل لهم المشاكل ديالهم باش يكون الاستثمار في احسن الظروف في المدينه. الا انه في الحقيقه كان واحد الاشكال انه كان حددوا اللقاء مع 11 صباحا اليوم، جاوا الاخوان اعتذر لهم الرئيس قال لهم بانه راه ما عنديش ظروف وكذا، ثلاثه غادي يمكننا نجتمعوا، عاوتاني خبروا الاخوان جاوا مع ثلاثه حقيقه، وعلى اساس انه ما لقاوش فين يجتمعوا، القاعه القهوه فارغه ما كاين فيها لا كراسي لا والو، وهو تاخر تقريبا ما يقارب نصف ساعه، وعلى هذا الاساس انه الاخوان تقلقوا وقرروا ينسحبوا. هذا هو بخلاصه الامر. وبالنسبه للقضيه ديال التواصل مع الرئيس، اذا كان الرئيس لانه هو مهم انه يتواصل مع هذه الشريحه، لان شريحه مهمه بالنسبه لي، هذا شريحه مهمه، ان هي اولا كتشغل الجانب الاجتماعي كتشغل واحد الشريحه كبيره ديال العمال وهذا، ومن جهه اخرى انها تدخل البلديه كتدخل معاهم واحد المداخل اللي كثيره جبائيه، وخاصه الرخص وما يسمى بالضرائب ديال هذا وديال الجامعات المحليه، وهذا كاين مداخل كثيره. اذن هذه الشريحه هذه خصها واحد الاهتمام اللي هو اهتمام اكبر، وخصها تحظى من طرف الرئيس بواحد الاهتمام يكون كبير جدا. غادي يتلاقاو الاخوان في المكتب ديال الجمعيه، وغادي يجتمعوا وغادي يقرروا الا كان شي حاجه بهذه، الا كان ممكن يعاودوا يتواصلوا يعاودوا يحددوا مثلا لقاء اخر التواصليه، الا كان غادي يديروا شي موقف ولا هذا غادي يحددوه الاخوان من خلال الاجتماع اللي غادي يجتمعوا.